هي وسائل الملاهي اللي يقدر يعني يستعملها الطفل باش يتعلم كيفاش يتحرك، كيفاش ينشاط، كيفاش ينسجم مع المجتمع ديالو بطرق سهله، يعني ما تتكلف شي حاجه كثيره، فقط لاجل التنميه ديال العقليه ديال الطفل، هذه الامور اللي محتاج لها افضل من كثير من الكتب ومن كل الاشياء اللي كي الطفل الصغير باقي ما كيستوعب هذه الامور اللي هي فوق الطاقه ديالو العقليه. ما يمكنش تجيب الكتب ولا تجيب له الافلام، تجيب له، لا، خصك تعيشوا في الواقع، خصك تعيشوا في الاشياء الواقعيه الملموسه، يلمسها ويقيسها ويشعر بها ويحس بها. يعني هذه هي الامور اللي كيخصو تكون بين يديه ومسموحه ليه وموفرها له، يعني الدولة باش داك الطفل تا هو تعطيه واحد الفرصة باش يكبر في واحد البيئة يعني ذات أطوار في الحياة، وأنه ينمي العقل ديالو ويطوره من أجل باش تا هو في المستقبل يعطي أشياء مهمة للوطن ديالو. كما هناك ذلك فضاءات أخرى مخصصة للجميع، هنا لأي واحد يمكن له يجي لهنا سواء يبغى يدير شي دراسة أو مراجعة، يجيب الكتب ديالو يدير شي هنايا دراسة ديالو الخاصة، يتهيأ للامتحانات مثلا أو يدرس شي دراسة، ثم كاين اللي كيجي معاه البورطاتيل ديالو ولا البورطال بي سي، يعني باش يخدم فيه ويستعمل الانترنت هنا بكل حريه، ما كاين حتى شي مشكل. او فقط يجي واحد هنا ياخذ واحد الراحه، يستريح شي شويه، يدور شويه، يتمتع بجماليه ديال الطبيعه، شيء مهم جدا في الحياه. ويمكن له يجي لهنا يدير وجبه الفطور ولا ليس غدا كاع، ولا يدير كاسكروت، يجي معاه شي اكل خفيف من الدار ديالو، لان الشروط متوفره في هذا المكان. حنا شويه من هنا لقدام غادي نشوفو فين يمكن لك يعني تاكل، يا بغيتي تتغدى ولا بغيتي تفطر، غادي يجي معاك غير الماكله ديالك، وتمكن لك تمشي للمطعم ديال الهواء الطلق. فكرة هي ان هناك ان في الهواء الطلق يعني في الفضاءات وفي المساحات الخضراء هي مستغله، هنايا كتستغل بزاف، يستافدوا منها، تعملوها الاشياء اغراض كثيره، من جملتها تجي تستعملها كمطعم في الهواء الطلق، قاعه رياضيه في الهواء الطلق، روض الاطفال في الهواء الطلق، يعني بزاف ديال الامور اللي تقدر تستافد منها وانت في الهواء الطلق. وهذه هي الفكره، هذا هو المهم. انا لذلك يخصوا امكنه كثيره تهتموا بالبنيه التحتيه، تعطوها يعني داك الشيء اللي تتطلب. حال لما مثلا كنشوفوا الكراسي والطوابل يعني ياكلوا كما قلت قبيله، فقط تجيب معك الماكله ديالك وتجي لهنا تستريح، تاكل بكل ارتياح بدون ما وامامك الطبيعه قدام، كتشوف الجمال ديال الطبيعه، تستافد من كل حاجه، الجسم ديالك يستافد من المواد الغذائيه اللي كتجيب معك، وفي نفس الوقت كتستافد من هاد المناظر الخلابه اللي كاينه قدامك. إذا هنا كتفتح لك الشهية، حتى الشهية ديال الأكل كتفتح، وكذلك الشهية ديال التفكير، كتولي عندك الأفكار خفيفة، وكتساعدك حتى في يعني ترجع الذاكرة، استرجاع الذاكرة في الأمور اللي أنت زدتيها في الحياة ديالك وعشتيها. يمكن لك هنا تجلس وترتاح وتبقى تفكر في عدة أمور اللي دازت في الحياة ديالك، من جملتها الذكريات الجميلة. وهذه هي الفكرة اللي باغي نوصلو
للناس المسؤولين انهم يهتموا دائما بالفضاءات اللي تسمح للناس يخرجوا يجلسوا فيها ويقضوا سويعات، لان من صعب جدا اننا نبقاو جالسين غير في الدار نهار كامل ما تنشوفوا غير الحيوط والسقف، يعني هنا شويه صعيب باش لذلك انا ضروري يكون هناك ما يعني فضاءات فين الانسان بالسويعات ولو قليله من الاوقات الفارغه اللي عنده. انا كما تشاهدوا مكمون عرجات عقبات، كل هذه الامور تستعملوها في الانزلاقه، يعني في الباتينيتي او السكوتير اليدوي، عنده ألقاب كثيرة. هذا مكان خاص فقط لهذا النوع من الأنشطة الرياضية. الجميل في هذه المدن هذه خصوصا المنطقة اللي كنعرفها أنايا يعني فيها كثير من الحدائق، تعطيها أهمية كثيرة. الحدائق هنا عندهم كثيرين، أشجار يعني في كل بلاصة، كتحس بانك بحال راك في الغابه، انت راه عايش في مدينه ولكن بحال راك عايش في شي غابه، الشيء اللي يجعلك انك تحس بانك عايش في الطبيعه واخا انت راه في دارك، وهذه دايره بك الطبيعه ودايره بك هذا، يعني ديال الحدائق شيء جميل كثير. وماشي غير حدائق هاك يعني مستعمله يعني بطريقه عشوائيه، لا منظمه فيها كل شيء، كاع ما تحتاج كراسي فين تجلس فين ترتاح، سقايات تبغي تشرب تبغي تغسل وجهك تبغي اي حاجه، يعني عطيناها واحد الاهتمام كبير لهادشي ديال الحدائق وزراعة الاشجار، و يعني شيء مفيد جدا. طبعا الغرض من هادشي هو ان الانسان يوجد في الفضاءات اللي يرتاح فيها ويتمتع بالطبيعه، و هذا هو الهدف من هذا الشيء كله. هادو ابناء ديال المدارس او ديال الحي هذا اللي يتجمعوا كلهم الاباء ويتفقوا على واحد الوقت باش يخرجوا الاطفال ديالهم كلهم تحت رعايه شخص مكلف بالحراسه ديال الاطفال وبالعنايه ديالهم، يعني حتى يقضوا الاوقات ديالهم هنايا ومن بعد يرجعوا لديرهم في سلام. إذا هنا كنشاهدوا أمام الطبيعة الجميلة الخلابة، هذا الإنسان يجي هنا يعني يدوز الأوقات ديالو، هذه هي بحال هذه اللي كنسميها أنا روض الأطفال ديال في الهواء الطلق، يعني في الفضاءات في الحدائق، مش هذيك روض الأطفال ديال اللي كيكون في المنازل أو في شي قاعات، يعني محبوسين كأنهم في الدار ديالهم، كتخرجهم من دارهم كتديهم يعني لدار أخرى باش الآباء يقدروا يخدموا إلا عندهم شي خدمة ويقدروا يديروا الواجب ديالهم العملي، فتيدفعوهم يمشيو لروض الأطفال. أما هناك روض آخر اللي هو اللي كنتكلموا عليه دابا ديال الهواء الطلق، فأنا كتوجد كيوجدوا الأطفال الراحة الشاملة. لائحة تشير على الاسم ديال الطريق اللي انت متوجه فيها، يعني هناك كاتبين مثلا جاردي ديال بلانتاز، يعني حديقة ديال النباتات، بارك دي كويسيرولا الاسم ديال هاد الحديقة كويسيرولا، وهي في المنطقة ديال سردانيرو ديال فايس. كما قلت بأن
كيعطيوك حتى ارشادات معلومات على حتى الاسماء ديال نوع النباتات والاشجار اللي هي مزروعه في هذه المنطقه. والغالب ديال الاشجار هي طبيعيه يعني ما مزروعاش كيفيه يدويه يعني من عندها تاريخ قديم وعندها يعني سنوات لا يعلم بها الله في هذا المكان اللي طبعا كتوجد فيه جميع الاشكال وانواع ديال الاشجار. كما الان غادي نتوجهوا لواحد المكان هو كما قلت سابقا في واحد المنطقه اللي تسمى كوميدور يعني مطعم في الهواء الطلق. مطعم وهو في الهواء الطلق يعني هنا كتجيب الوجبه ديالك ديال اما غداء ولا فطور ولا كاسكروت ولا اللي بغيتي بالشهوه ديالك يعني كتختار الماكله اللي خفيفه وتجيبها معك لهنا برافقه ديال الاصدقاء ديالك او الاسره ديالك او حتى الا ما كان تحت تجيب وحدك يعني بلا ما يقلق حتى شي حد. الفكره هي انك تجي تتمتع بالطبيعه كما كنشوفوا شاهدوا هنا هناك سقايات ديال الماء فوانتيز دي اوا الا بغينا نشوفوا كنضرب لان فيها الماء طبعا غادي يكون فيها الماء لازم ضروري الماء بارد صالح للشرب يعني شيء جميل جدا. ثم واحد مساحة خاصة غير بالطوابل والكراسي مصنوعة بالخشب. هنا كيجيو بالأسر ديالهم كيتجمعوا كل واحد يعني كل أسرة كتاخذ المكان ديالها. اوكي غالبا هادشي كيكون في نهاية الأسبوع ولا شي مناسبة ديال الحفلة من الأعياد ديالهم اللي كيقوموا بها أو مجرد أنه يختار عطلة مثلا عنده شي وقت فارغ تيجي لهنا يمكن له يعني يجي يتغدى بكل حرية بكل هدوء ما غادي يسمع إلا الأصوات ديال العصافير ولا مكان حاويات ديال الزبل باش يبقى هذا المكان دائما نقي سلة المهملات والطاولات. تشاهدوا بان الحاويات ديال الزبل موجوده باش ما يغنوش الزبل في الارض ممنوع من عن كليا. بالاضافه كيجيو اصحاب النظافه يعني الى بقات شي حاجه يعني شي قصاخ ولا هكذا تيقوم بالواجب ديالهم حاويات خاصة بالزبل. أصحاب الدراجات حتى هما كلهم يجيو يتوقفوا هنا واحد اللحظة وباش يسترحوا ثم باش ياكلوا شي حاجة إلا جابوا معاهم مثلا. ثم غادي ننتقلوا لواحد الفضاء اخر و
نفس الشيء اللي قلت قبيله، انه في كل مكان الا وكتوجد فضاء خاص بالرياضه، يعني قاعه ديال الرياضه في الهواء الطلق، يجوا الناس هنا يجي يتمرنوا، يديروا حصه من التمارين ديال الرياضيه بدون مشاكل، كل واحد يستعمل الاله اللي بغا. وانا كنشوفوا بانه جبنا مكان خاص بالتمارين الرياضية. هناك أنواع ديال الآلات اللي كي تستعملوها في التمارين، ثم ما نساوش هناك كذلك فضاءات خاصة بالرياضة، الناس اللي كيجيو يديرو التمارين الرياضية، تما عندهم مكان خاص بهم. طبعا هنا المجلس البلدي اللي مكلف بهذا الشيء كيفكر في كل شيء، كل شيء في الشباب، في الأطفال، في الشيوخ، كل شيء كيعطيهم يعني المجالات فين يقضيو الأوقات ديالهم، فين يطوروا البواهب ديالهم. هنا مثلا كنشاهدوا بحال قاعة رياضية ولكن في الهواء الطلق، يعني هنا بحال كضرب عصفورين بحجر واحدة، انك تتمرن عضليا وكتستافد من الطبيعة، من الهواء الطلق، وهذه هي الفكرة. نتواجد حاليا في حديقة عمومية، كما كتشاهدوا روض الأطفال في الهواء الطلق، يعني أنه طفل كيزداد حماس ونشاط من تكون في واحد حديقة، تكون في روض، يعني مش ذاك الروض المغطى، لكن هنا في فضاء واسع في هواء الطلق، مسموح له انه يلعب كيف ما شاء بالالعاب اللي مخصصه له، وبعد التجهيزات اللي كنشوفوا كلها من اجل باش يقضي سويعات ممتعه الطفل في مرح وفي سعاده، بدون قيود، بدون حراسه، بدون اي حاجه، يعني استطاعته انه يعيش بالحريه ديالو، بالشخصيه ديالو، بدون ما يعني يراقبوه، بدون ما يرغموه، يعني يحس براسه بانه حر، وانه كيدير داكشي اللي في يعني في المستوى ديالو كطفل صغير، تيبغي يعني يعيش الحياه ديالو الخاصه. اما اذا كان في الدار هذه فتكثر عليه يعني قوت الحراسه وقوت، عندك يمشي للكوزينه، عندك يقيس السكين، عندك يمشي يقيس شي اله من الالات ديال الكوزينه، او يمشي يعني يخسر التلفزيون، يعني هنا الطفل ما تلقاش ديك الحريه، يعني هنا من حقه انه كما كنعرفوا بنا وعاد زاد، ويلا عنده حياه قصيره باش هو عايش في هذا العالم، فكيحاول انه يكتشف اشياء كثيره، فكل ما كيشوف شي حاجه الا وكيتبان له شي اشياء جديده في الحياه ديالو، خصو يقيسها ويعرفها، ويعني حب الاستطلاع من كنورثوه ملي كنكونوا باقيين صغار، من كنتزادوا في هذه الدنيا وحنا كنتزرع فينا هذا الحب الاستطلاع، نبغوا نقيسوا اي حاجه ونبغوا اننا نكتشفوا، الى ان كيدوز الوقت ويولي الطفل تيولي كيحس براسو انه يعني عايش في العالم ومشارك المجتمع ديالو في كل الاشياء. فطبعا الانطلاقه دائما تكون صعيبه، فتربيه الاطفال مش قضيه سهله، بل فيها مسؤوليه كبيره، وطبعا من الخصوصيات ديال الوالدين انهم خصهم يعطوا فرص للابناء ديالهم، يخرجوهم للطبيعه، يخرجوهم للحدائق، وخصوصا الاماكن المجهزه المخصصه للاطفال. مثلا هاد
هذه الحديقة. احنا هنا كاين في كل الحدائق كاين هاد المسائل ديال الفضاءات خاصة غير بالأطفال لا غير، يعني يلعبوا كيف ما بغاو وميت يقولوا كيشاركوا بعضياتهم الألعاب اللي كيجيبوا من ديرهم، يمكن لهم يستعملوها هنا بكل حرية. هذا هو ديال الفكرة اللي بغينا نوصلوها.